دلوقتي جت فقرة أخبار النادي الأهلي، وطبعا الفرق المختلفة بالنادي والأنشطة. هتكون معانا مراسلتنا العزيزة هنا أبو القاسم، موجودة في مقر النادي الأهلي بالجزيرة. يا هنا، صباح الخير. إيه ده؟ حضرت يا صباح الخير عليكم وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد وعشرة الصبح في الأهلي، وزي ما عودناكم دايما هنقل لكم كل الأخبار المتعلقة بالنادي الأهلي وفرقه الرياضية المختلفة. خلونا في البداية نبدأ بالفريق الأول لكرة القدم. يعني خلاص أيام قليلة بتفصلنا عن المباراة المرتقبة ونهائي دوري أبطال إفريقيا طبعا بين النادي الأهلي والوداد المغربي. بنتمنى كل التوفيق لرجال النادي الأهلي إن شاء الله للسنة الثالثة على التوالي يقدروا ويحققوا البطولة، ونبقى بنحتفل هنا بمقر النادي الأهلي بالجزيرة. يعني طبعا الفريق كان استأنف تدريباته أمس بعد راحة سلبية لمدة 48 ساعة كان منحها الجهاز الفني بقيادة مستر بيتسو موسيماني بعد مباراة إمبي. طبعا كالعادة الجهاز الفني كان حريص على عقد محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران، عشان بقى يحدثوهم عن كافة الأمور الفنية المتعلقة بالمباراة القادمة. يعني كمان المران كان مبني على فقرات بدنية وفقرات فنية بالكرة، كل ده طبعا ضمن الاستعدادات للفترة القادمة بالتحديد مباراة الفاينل. طبعا يعني يمكن زي ما كلنا شفنا هايلايت مران أمس كان وجود مؤمن زكريا واللاعب محمود عبد المنعم كهربا، عشان بقى يدعموا ويأزروا الفريق، وهم دول أبناء النادي الأهلي دايما بيكونوا حريصين على دعم لاعبين النادي الأهلي قبل المباريات المهمة. خلونا بقى دلوقتي ننتقل لشق الإصابات. طبعا بيشغل بال جميع الأهلاوية، والحقيقة أنه في أخبار سعيدة وهو مشاركة رباعي الفريق حمدي فتحي، ياسر إبراهيم، عمرو السولية وأليو ديانج في مران أمس بشكل طبيعي جدا طبعا بعد تعافيهم من الإصابة، وبكده إن شاء الله هيكونوا جاهزين للمباراة القادمة. طبعا بخصوص بقى اللاعب محمد عبد المنعم مدافع الفريق، هو لسه مستمر في برنامجه التأهيلي، بنتمنى له طبعا الشفاء العاجل إن شاء الله، يعني يتعافى من الإصابة بسرعة ويرجع تاني بقى يشارك ويدعم صفوف الفريق. يعني ده طبعا فيما يخص أخبار كرة القدم. النهاردة كمان هيكون عندهم مران الساعة 12:30 ظهرا، بعد كده هيتجهوا مباشرة لمطار القاهرة طبعا عشان يسافروا للمغرب استعدادا للمباراة القادمة. نروح بقى للألعاب الأخرى، وسيدات كرة الطائرة بيتأهلوا لربع نهائي بطولة الأندية الإفريقية. المباراة هتكون غدا إن شاء الله، ده طبعا بعد تخطيهم لفريق الأنابيب الكيني. الحقيقة أن مباراة أمس كانت مباراة ماراثونية، كانت مباراة فيها ندية كبيرة جدا بين الفريقين. يعني الفريق الكيني قدر يتقدم في الشوط الأول بنتيجة 25-23، لكن سيدات كرة الطائرة قدروا يعملوا كامباك ويحسموا الثلاث أشواط التانيين لصالحهم، يعني أنهوا الشوط الثاني بنتيجة 25-21، الشوط الثالث بنتيجة 25-22، والشوط الرابع والأخير بنتيجة 31-29 عشان يحسموا المباراة لصالحهم بنتيجة 3-1 ويتأهلوا بقى لدور ربع النهائي، وبكده يكونوا متأهلين طبعا متصدرين جدول الترتيب طبعا في دور المجموعات، لأنهم فازوا في جميع المباريات. يعني في المباراة الأولى على الواك الغاني بنتيجة 3-1، في المباراة الثانية على الجمارك النيجيري بنتيجة 3-0، وفي المباراة الثالثة والأخيرة على الأنابيب الكيني بنتيجة 3-1. طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق في مباراة غدا إن شاء الله يتوجوا بالبطولة. أخيرا بقى نروح للعبة تنس الطاولة. رجال تنس الطاولة بيستمروا بيواصلوا في تدريباتهم استعدادا طبعا لمباريات المرحلة اللي بالتحديد هتكون مباريات الدورة المجمعة الثانية من بطولة الدوري. طبعا هما في حالة تركيز كبيرة جدا، عندهم هدف واحد وهو التتويج ببطولة الدوري عشان يكون بقى للسنة طبعا الثانية على التوالي، عاملين نتائج كبيرة جدا، هدفهم الوحيد هو ان هما يحافظوا عليهم. يعني دي طبعا كانت أبرز أخبار الفرق الرياضية من داخل مقر نادي الأهلي بالجزيرة. معاكم طبعا لو عندكم أي استفسارات، والآن العودة ليكم مرة أخرى في الاستوديو. لا احنا ما عندناش اي استفسارات تانية هنا، انا بس يمكن يعني بشكرك طبعا.